السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا أخوتي الكرام وأسعد الله أوقاتكم بكل خير بقي لنا أخوتي الكرام أن نتحدث عن ثلاث قضايا باختصار القضية الأولى سجود السهو مع الإمام الإمام ربما وقع منه السهو وربما وقع السهو من المأموم فما الحال أو فما الحكم في الحالين أما إذا وقع السهو من الإمام فهنا لا شك أنك ستسجد معه سواء كان سجوده قبل السلام او كان سجوده بعد السلام فمن الواجب عليك ان تتابعه. الحالة الثانية فيما اذا كنت مسبوقا يعني اتيت انت في الركعة الثانية او اتيت في الركعة الثالثة او اتيت في الركعة الرابعة، انت الان مسبوق. ففي هذه الحالة الامام ان سجد قبل السلام فيجب عليك ان تتابعه. اما ان سجد بعد السلام فالصحيح من قول اهل العلم انه لا يجوز لك في هذه الحالة ان تتابعه. لماذا؟ لأن لأن الإمام قد سلم وإذا سلم الإمام فقد انصرف من صلاته فليس لك حينئذ أن تتابعه وإنما عليك أن تقوم وتتم صلاتك، لكن في هذه الحالة هل تأتي بسجود السهو بعد أن تتم صلاتك أو لا تفعل؟ نقول إن كنت قد أدركت سهو الإمام فحينئذ يجب عليك أن تسجد للسهو إذا أتممت صلاتك، لكن إن كنت لم تدرك سهو الإمام أو لا تدري بالضبط ما هو سهو الامام؟ ففي هذه الحاله ليس عليك شيء وليس عليك ان تسجد للسهو. اما اذا وقع السهو منك انت اثناء صلاتك مع الامام فماذا تصنع؟ نقول ايضا ان كنت قد بدات مع الامام من اول الصلاه فانك حينئذ تبع للامام فليس عليك سجود سهو، الا انك اذا انقصت ركنا او ركعه من صلاتك فحينئذ يجب عليك ان تتم هذه الركعه او هذا الركن وان تاتي به. فلنفرض مثلا انك غفلت والامام قام الى ركعه وانت الى ركعه الثالثه وانت ما زلت في ركعة الاولى غافلا او ادركك نوم او نحو ذلك من الاسباب. ففي هذه الحالة نقول لك أخي الكريم يجب عليك أن تأتي بالركعة التي أنقصتها لكن أحيانا قد يدرك المأموم الإمام أو يستطيع أن يدركه مثال ذلك مثلا إذا ركع الإمام ثم قام من الركوع ثم سجد وانت غفلت وما زلت راكعا ففي هذه الحاله ماذا تصنع؟ نقول يجب عليك في هذه الحاله ان تقوم فتحاول ادراك الامام، ربما الامام في هذه الحاله اتى بالسجده الاولى ثم انتقل الى السجده الثانيه، انت الان نقصت شيء من الصلاه فنقول حاول ان تستدرك ما فاتك وان تلحق بالامام وان تلحق بالامام قدر استطاعتك. الحالة الثانية فيما إذا كنت مسبوقا يعني أدركك السهو أو نسيت أو شيء من هذا الأمر ففاتك مثلا سجدة لم تسجدها أو ركوع لم تفعله أو واجب من الواجبات لم تفعله وأنت مسبوق ففي هذه الحالة ماذا تصنع؟ نقول لك في هذه الحالة أخي الكريم عليك أن تسجد للسهو بعد أن تتم صلاتك حتى ولو كنت قد بدأت مع الإمام مثلا من ركعته الثانية أو الثالثة فتسجد للسهو حينئذ هذا حالك مع الإمام الحال أو الأمر الثاني الذي ينبغي أيضا أن ننبه إليه هو فيما إذا نسي الإنسان أن يسجد للسهو فماذا يصنع؟ ففي هذه الحالة أخي الكريم أنت إذا كنت قريبا من الصلاة يعني فلنفرض أنك الآن سلمت ونسيت أن تسجل السهو ثم أدركت بعد دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث دقائق أو أربع أو نحو ذلك وقت يسير ففي هذه الحالة نقول عليك أن تأتي بسجود السهو عليك أن تأتي بسجود السهو أما إذا طال الفصل ما أدركت مثلا أن نسيت من صلاة المغرب وما أدركت أو ذكرت إلا بعد صلاة العشاء أو من الغد فنقول في هذه الحالة عفى الله عما سلف وصلاتك صحيحة حينئذ لأن سجود السوء يعتبر جبرانا ويسقط ذلك مع الغفلة والنسيان الحال الثالث أو الأمر الثالث الذي يحسن أيضا أن ننبه إليه الكثير من الناس أحيانا يقول لا أدري هل أسجد قبل السلام أو بعد السلام، أنا سهوت الآن ما أدري هل أسجد قبل أو بعد. الأمران فعلهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين العلماء خلاف كبير هل السجود يكون قبل السلام وما هي مواضعه قبل السلام وما هي مواضعه أيضا بعد السلام والأقرب والله أعلم أن الإنسان له أن يسجد سواء قبل السلام أو بعده. لكن الذي يحسن بك إذا كان هناك نقص في الصلاة يعني غفلت مثلا عن جلسة التشهد او انقص شيئا من الواجبات ان يكون سجودك سجودك حينئذ قبل السلام حتى يكون جبرا لهذا النقص حتى يكون جبرا لهذا النقص هذا ما احببت تنويها اليه وما احببت تنبيها اليه من احكام السجود نعم هناك اشياء كثيره ربما لم نتحدث عنها ومسائل كثيره فيها خلاف بين العلماء لكن لعل فيما طرقناه كفايه ووفاء بما يحسن بنا العلم به ووفاء ايضا بالكثير من الاشكالات التي تقع في هذا الجانب اشكر لكم اخوتي الكرام حسن استماعكم واسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعلنا هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته